بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في درس جديد من دروس الصف الثالث الثانوي لمادة الرياضيات، في درس بعنوان حل أسئلة الكتاب لدرس النظرية الأساسية في التفاضل والتكامل، من إعداد الأستاذة ندى الزيد، ومعكم المقدم علي جراح. فحياكم الله في هذا الدرس البسيط والسهل بمشيئة الله تعالى، ولنبدأ على بركة الله تعالى. في البداية هو هناك سؤال موجود، السؤال الثاني صفحة 178، يقول أوجد جميع الدوال الأصلية للدالة F زد يساوي الجذر التكعيبي لزد أو الجذر الثالث لزد. سؤال ما هي الدوال الأصلية؟ لما يقول أوجد الدالة الأصلية أو أوجد جميع الدوال الأصلية، ما هو المقصود؟ نعم، نحن الآن لابد أن نحول هذا الجذر التكعيبي إلى كسر، صحيح، لكن السؤال كيف نوجد الدوال الأصلية؟ كيف نوجد الدوال الأصلية؟ ما هو المقصود بالدوال الأصلية؟ لما يقول في السؤال أوجد الدالة الأصلية أو أوجد جميع الدوال الأصلية، هو نفسها كأنه يقول أوجد التكامل، أليس كذلك؟ كأنه يقول أوجد تكامل الدالة الجذر التكعيبي لزد. نعم، نوجد ماذا؟ نوجد التكامل. الآن يمكن أن نكتب الدالة على الصورة F زد يساوي زد أس ثلث، لأن الجذر التكعيبي يصبح أس ثلث. لو كان الجذر الرابع يصير أس ربع، لو كان الجذر السابع يصير أس سبع، لو كان الجذر التاسع يصير أس تسع، وهكذا. القاعدة في ذلك هي أن الجذر النوني لزد يساوي زد أس واحد على N. إذن الجذر التكعيبي لزد يساوي زد أس ثلث. الآن نستطيع أن نكامل. F زد له الدالة الأصلية هي نضيف واحد على الأس ثم نقسم على الأس الجديد، هذه هي قاعدة التكامل. يا سلام، نضيف واحد على الأس ثم نقسم على الأس الجديد. الآن الأس ثلث، زود واحد ثلث زائد واحد على الأس الجديد له ثلث زائد واحد زائدا الثابت C. جميل، الآن ثلث زائد واحد، واحد وثلث، واحد وثلث تكتب على هيئة أربعة على ثلاثة، والمقام أيضا أربعة على ثلاثة زائدا سي. الآن بالإمكان أربعة على ثلاثة هذه بالإمكان أن نرفعها فوق في البسط فتصبح ماذا؟ فتصبح ثلاثة على أربعة، تصبح بالمقلوب. نعم، جميل، هي أربعة على ثلاثة في المقام، إذا حبينا أن نرفعها فوق في البسط تصبح ثلاثة على أربعة. إذن ثلاثة على أربعة زد أس أربعة على ثلاثة زائدا الثابت سي، وهذه هي الدالة الأصلية للدالة F زد يساوي الجذر الثالث أو الجذر التكعيبي لزد. جميل جدا. ممكن نجعلها تحت الجذر، ممكن نقول يصير زد الجذر التكعيبي لزد أس أربعة، الجذر التكعيبي لزد أس أربعة. ممكن نقول ثلاثة على أربعة الجذر الثالث أو الجذر التكعيبي لزد أس أربعة زائدا الثابت سي. نعم، ممكن. سؤال يقول أيضا أوجد جميع الدوال الأصلية للدالة MT يساوي 16 تي تكعيب ناقص 12 تي تربيع زائدا 20 تي ناقص 11. نعم، نوجد كل دالة أو كل حد على حدة، نوجد الدالة الأصلية لكل حد على حدة. جميل جدا، لما نعلم أن الدوال الأصلية أو التكامل يتوزع في حالة الجمع وفي حالة الطرح، رائع جدا. إذا الآن يمكن أن نكتب الدالة على الصورة 16 تي تكعيب ناقص 12 تي تربيع زائد 20 تي، 11 مضروبة في إكس أس كم أو في تي أس كم؟ مضروبة في تي أس صفر. وإذا ممكن 11 نقول أن 11 مضروبة في تي أس صفر، والعشرين هذه مضروبة في تي أس واحد. نعم، فعشرين تي أس واحد والإحداعش 11 تي أس صفر. جميل جدا. الآن التكامل أو الدالة الأصلية هو أن نضيف واحد على الأس ونقسم على الأس الجديد، نضيف واحد على الأس ونقسم على الأس الجديد لكل حد من هذه الحدود الأربعة. إذن FT له الدالة الأصلية تساوي
16 تي تكعيب يصبح 16 تي أس. الأس هنا ثلاثة، نضيف واحد، ثلاثة زائد واحد على ثلاثة زائد واحد. طيب الحد الثاني نفس الكلام، ناقص 12 تي أس، هنا الأس اثنين، أضف واحد، اثنين زائد واحد على اثنين زائدا واحد، زائد 20 تي نفس الكلام، 20 تي أس، هنا الأس واحد، واحد زائد واحد على واحد زائد واحد. جميل، ناقص 11 تي أس صفر، يصبح ناقص 11 تي أس، الأس هنا صفر، أضف واحد، صفر زائد واحد على صفر زائدا واحد. جميل جدا. الآن عملية تبسيط، نجمع 3 مع الواحد، واثنين مع الواحد، والواحد مع الواحد، والصفر مع الواحد. طبعا نعم أكيد ما ننسى في السي الثابت سي زائدا الثابت سي. جميل جدا. الآن 16 تي أس 4 على 4 ناقص 12 تي أس 3 على 3 زائد 20 تي أس 2 على 2 ناقص 11 تي أس 1 على 1 زائدا الثابت سي. الآن هل نكتفي بهذا القدر أم نحتاج إلى تبسيطها أكثر؟ نعم، 16 تقسيم 4 تساوي 4، وهنا 12 على 3 فيها الأربعة، وهنا 20 على 2 فيها العشرة، و11 على 1 فيها الـ11. رائع جدا، يا سلام. إذا 16 على 4 4 تي أس 4 ناقص 12 على 3 4 تي تكعيب زائدا 20 على 2 10 تي تربيع ناقص 11 على 1 11 تي زائدا الثابت سي، وهو كما هو مذكور. رائع جدا. إذا هذه هي الدالة الأصلية للدالة ام تي، هذه هي او جميع الدالة. طبعا ليش نقول، ليش ما نقول اوجد الدالة الأصلية؟ لماذا لا يكون السؤال، او لماذا لا يقول في السؤال اوجد الدالة الأصلية وتكون هذه الدالة الأصلية؟ لماذا نقول اوجد جميع الدوال الأصلية؟ طيب كيف، كيف نفسر هذه؟ ما المقصود في أنه في إيجاد جميع الدوال الأصلية؟ نعم، على حسب قيمة الثابت، لأن هنا لدينا الثابت سي، والسي عدد حقيقي، إذا لدينا عدد غير منتهي من الأعداد الحقيقية التي يمكن أن نضيفها إلى الدالة، وبالتالي يصبح لدينا الآن ماذا؟ نعم، يصبح لدينا الآن عدد غير منتهي من الدوال على حسب قيمة السي. نعم، اختلاف قيم السي. رائع جدا، جميل. هنا يقول احسب التكامل. تكامل، طبعا كلمة تكامل، احسب التكامل مرادفة لكلمة أوجد الدوال الأصلية، نفس المعنى. لما يقول أوجد الدوال الأصلية هي نفسها لما يقول أوجد التكامل أو احسب التكامل. تكامل 5 إكس تكعيب ناقص 6 إكس تربيع زائدا 4 إكس ناقص 3 بالنسبة إلى إكس. طيب نكامل الآن. هذه هي الدالة كما هي، تكاملها يساوي، نضيف واحد على الأس ونقسم على الأس الجديد بنفس الطريقة. نعم، 5 إكس أس، نضيف واحد للثلاثة، الأس ثلاثة، ثلاثة زائد واحد على الأس الجديد، ثلاثة زائدا واحد ناقص 6 إكس، هنا الأس اثنين، أضيف واحد، اثنين زائدا واحد على اثنين زائدا واحد. طيب ما هو تكامل 4 إكس؟ الأس حق الإكس هنا واحد، إذا 4 إكس أس واحد زائد واحد على واحد زائد واحد. أخيرا تكامل الثابت، ما هو تكامل الثابت؟ تكامل الثابت ثابت سي، تكامل الثابت ثابت سي، فتكامل السالب ثلاثة هو سالب ثلاثة، سالب ثلاثة إكس، سالب ثلاثة إكس، تكامل الثابت ثابت إكس، أو تكامل السي سي إكس، فتكامل السالب ثلاثة سالب ثلاثة إكس، وأخيرا زائدا الثابت سي، زائدا الثابت سي. جميل. الآن نبسطها، 5 إكس أس، ثلاثة زائد واحد أربعة، إذا 5 إكس أس أربعة على أربعة ناقص 6 إكس أس ثلاثة على ثلاثة زائدا 4 إكس أس 2 على 2 ناقص 3 إكس زائدا سي. إذا نعم، 5 إكس أس، 3 زائد 1 4، 5 إكس أس 4 على 4 ناقص 6 إكس أس 3 على 3 زائدا 4 إكس أس 2 على 2 ناقص 3 إكس زائدا سي. هل هناك تبسيط أم نكتفي بهذا القدر؟ 5 على 4 لا تبسط، تظل كما هي. هنا 6 على 3 كم؟ 6
تقسيم 3 فيها 2، وهنا 4 تقسيم 2 فيها أيضا 2. نعم، إذن نبسطها بشكل أكبر فتصبح 5x أس 4 على 4 ناقص 6x تكعيب 6 تقسيم 3 2، إذا ناقص 2x تكعيب زائدا 4 تقسيم 2 2، إذا 2x تربيع ناقص 3x زائدا c. وهذا هي أو هذه هي قيمة الدالة الأصلية أو قيمة التكامل للدالة المطلوبة. طيب، جميل جدا. الآن أيضا يقول احسب التكامل، تكامل، ولكن هذا ما هو هذا التكامل؟ ماذا يسمى هذا التكامل؟ تكامل من سالب 1 إلى 1 x أس 4 ناقص 2x تكعيب ناقص 4x زائد 8 بالنسبة إلى x. نعم، تكامل محدود أو يسمى تكامل محدد. إذا هنا تكامل محدد على فترة، ناتجه ليس عبارة عن دالة، ناتجه عبارة عن رقم. لماذا؟ لأن بعد أن نوجد الدالة الأصلية نعوض بالحد العلوي ناقص التعويض بالحد السفلي، نعوض بالواحد ناقص حاصل التعويض بسالب واحد، ثم نطرح حاصل التعويضين وينتج لدينا عدد. نعم، إذن هذا تكامل محدد، فنكامل تكامل عادي x أس 4 نضيف 1 على الأس ونقسم على الأس الجديد. نعم، x أس هنا الأس 4، 4 زائد 1 على 4 زائد 1 ناقص 2 x أس هنا الأس 3 نزود 1، 3 زائد 1 على 3 زائد 1، نعم، ناقص 4 x أس هنا الأس 1، 1 زائد 1 على 1 زائد 1، أخيرا زائد 8، تكامل الثابت ثابت x، فتكامل الثمانية 8 x زائدا 8 x. الآن لا نقول زائد سي، الآن لا نقول زائد سي، لأن الناتج عبارة عن عدد وليس عبارة عن دوال، مجموعة دوال أصلية، لا، الناتج النهائي راح يكون عبارة عن عدد، وبالتالي نختم الآن بالتكامل المحدد من سالب واحد إلى واحد، تكامل محدد من سالب واحد إلى واحد. الآن الآن نستطيع أن نبسط قبل أن نبدأ في التكامل. 4 زائد 1 5، إذا x أس 5 على 5 ناقص 2 x أس 4 على 4 ناقص 4x، اجمع 1 زائد 1 2، إذا 4x أس 2 على 2 زائدا 8x، تكامل محدد من سالب 1 إلى 1. نعم، نحتاج أن نبسط هنا أكثر، نحتاج أن نبسط أكثر، x أس 5 على 5 تظل كما هي، ناقص هنا 2 تقسيم 4 كم؟ 2 تقسيم 4 يساوي نصف أو 1 على 2، إذا x أس 4 على 2 ناقص 4 x تربيع على 2، 4 تقسيم 2 2، إذا 2 x تربيع زائدا 8 x، تكامل محدد من سالب 1 إلى 1. الآن نعوض مكان أي x تواجهنا بواحد، ناقص نعوض مكان أي x تواجهنا بسالب 1. رائع جدا، إذا التعويض بالحد العلوي 1 ناقص التعويض بالحد السفلي سالب 1. نعم، فلما نعوض الآن بالواحد ينتج لدينا 1 أس 5 على 5 ناقص 1 أس 4 على 2 ناقص 2 1 تربيع زائدا 8 في 1. هذا ما هو؟ هذا حاصل التعويض بالواحد أو بالحد العلوي. الآن نكتب علامة ناقص هنا، ناقص ثابتة في القانون. نعم، ناقص ثم التعويض بالحد السفلي ألا وهو السالب 1. إذا سالب 1 أس 5 على 5 ناقص سالب 1 أس 4 على 2 ناقص 2 سالب 1 تربيع زائدا 8 في سالب 1. الآن نحسب القوس الأول ونحسب القوس الثاني ونطرحهم من بعض، ممكن أن نختصر هذا كله باستخدام الآلة الحاسبة. طبعا 1 أس 5 بواحد، إذا 1 على 5 هذا يظل كما هو 5 ناقص 1 أس 4 1، 1 على 2 إذا كما هو نصف، إذا الآن 5 ناقص نصف ناقص هنا 1 تربيع بواحد، 1 في 2 2 إذا ناقص 2 زائدا 8 في 1 8، إذا هنا كأن لدينا 5 ناقص نص ناقص 2 زائدا 8، ناتجها 57 على 10. جميل، هنا
سالب واحد أس خمسة سالب واحد، إذن سالب واحد على خمسة سالب خمس ناقص سالب واحد أس أربعة واحد، واحد على اثنين نصف، سالب اثنين في سالب واحد موجب اثنين، وثمانية في سالب واحد سالب ثمانية. إذا لدينا ماذا؟ لدينا سالب خمس ناقص نص زائد الاثنين ناقص ثمانية. نعم، وبالآلة الحاسبة يطلع معنا، طبعا لا ننسى أن هناك سالب في الخارج، سالب مع السالب موجب، فأصبح موجب 107 على 10. لماذا زائد سي لا يوجد ثابت هنا؟ هنا لا يوجد ثابت، ما نحتاج قيمة الثابت. الآن نجمع 57 زائد 107 والناتج يقسم على 10. إذا الناتج 16 وأربعة من عشرة. 16 وأربعة من عشرة هذه ماذا تمثل؟ هذه تمثل مساحة المنطقة المظللة بالشكل التالي. ما هو الشكل؟ هو في الأصل عبارة عن مساحة المنطقة المحصورة بين أربعة أشياء. مساحة المنطقة المحصورة بين أربعة أشياء، ما هي هذه الأربعة الأشياء؟ الشيء الأول منحنى الدالة x أس 4 ناقص 2 x تكعيب ناقص 4 x زائد 8، هذا الذي بالأحمر هو منحنى الدالة، هذا الشيء الأول. والشيء الثاني محور السينات x، محور السينات. والشيء الثالث المستقيم x يساوي سالب واحد، هذا سالب واحد، هذا هو المستقيم x يساوي سالب واحد. والشيء الرابع المستقيم x يساوي واحد، هذا x يساوي واحد. إذن مساحة المنطقة المحصورة بين منحنى الدالة ومحور السينات والمستقيم x يساوي سالب واحد والمستقيم x يساوي واحد، مساحة هذه المنطقة المحصورة تساوي 16.4 من عشرة وحدة ربعة، 16 وأربعة من عشرة وحدة مربعة. جميل جدا. الآن يقول في كتاب النشاط في سؤال يقول احسب التكامل، تكامل من سالب اثنين إلى واحد، واحد ناقص إكس مضروبة في إكس زائدا ثلاثة بالنسبة إلى إكس. طيب هل نستطيع الآن أن نكامل مباشرة؟ لا نستطيع أن نكامل الآن مباشرة. طيب ماذا نصنع؟ ما هو العمل؟ الآن لابد أن نضرب القوسين في بعضهما. إذا نضرب الواحد في x ثم نضرب الواحد في 3 ثم نضرب الآن سالب x في x ثم نضرب السالب x في 3 حتى يصبح لدينا كثيرة حدود نستطيع بعد ذلك أن نكاملها. نعم، فنلاحظ الآن في البداية سالب x في x سالب x تربيع، واحد في x x وسالب x في 3 سالب 3x، x ناقص 3x سالب 2x. العدد مع العدد 1 ضرب 3 يساوي 3. إذن هذا كله أتى من أين؟ أتى من فك الأقواس أو من ضرب القوسين في بعضهما. نعم، الآن نستطيع أن نكامل تكامل عادي ومباشر. سالب x تربيع تكاملها سالب x أس، نضيف واحد على الأس، الأس 2، 2 زائد 1 على 2 زائد 1، نعم، ناقص 2x أس، هنا الأس 1، 1 زائد 1 على 1 زائد 1، وتكامل الثلاثة، كم تكامل الثلاثة؟ كم تكامل الثابت؟ ثابت x، تكامل السبعة، 7x، تكامل التسعة، 9x، إذا تكامل الثلاثة، 3x، نعم، التكامل الثلاثة هو 3x. رائع جدا. هل نكتب زائد ثابت سي؟ لا، لا نكتب زائد الثابت سي. لماذا؟ لأنه تكامل محدد من سالب اثنين إلى واحد. جميل جدا، إذا تكامل محدد من سالب اثنين إلى واحد. الآن نعوض بالحد العلوي، أو قبل التعويض نبسط. الآن نحتاج أن نبسط، 2 زائد 1 3، إذا سالب إكس تكعيب على 3 ناقص، هنا طبعا المقام 1 زائد 1 2، 2 تقسيم 2 1، يبقى x تربيع فقط، زائد 3x من سالب 2 إلى 1. الآن نستطيع أن نعوض تعويض مباشر، مكان أي x نضع 1 ناقص حاصل التعويض بالحد السفلي سالب 2، أي مكان أي x راح نضع سالب 2. إذن لما نعوض بالحد العلوي 1 نجد أن سالب 1 تكعيب على 3 ناقص 1 تربيع زائد 3 في 1 ناقص التعويض بالحد السفلي، ناقص نعوض بالحد السفلي سالب 2، فنجد أن لدينا سالب 2 تكعيب على 3 ناقص سالب 2 تربيع زائدا 3 في سالب 2. إذن الآن
نقول سالب واحد تكعيب، طبعا واحد تكعيب واحد، إذن سالب واحد على ثلاثة ناقص واحد زائد ثلاثة يعطينا خمسة على ثلاثة. أما هنا سالب اثنين تكعيب يعطينا كم؟ سالب ثمانية، سالب مع السالب موجب، إذن ثمانية على ثلاثة ناقص أربعة ناقص ستة مع الناقص الذي في الخارج فيصير 22 على 3. الناتج 9 صحيح، 5 زائد 22 27، 27 على 3 يساوي 9، يساوي 9. وهذه التسعة هي عبارة عن مساحة المنطقة المظللة بهذا الشكل، مساحة المنطقة المحدودة أو المحصورة بأربعة أمور. نعيدها مرة أخرى، ما هي الأربعة الأمور؟ هي عبارة عن منحنى الدالة واحد ناقص إكس في إكس زائد ثلاثة، ومحور السينات، والمستقيم إكس يساوي سالب اثنين، والمستقيم إكس يساوي واحد. هذه المنطقة المحصورة مساحتها تساوي 9. رائع جدا. إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. شكر الله لكم حسن استماعكم وإنصاتكم. نلتقي بمشيئة الله تعالى في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.